الأحداث دايما متلاحقة ودايما كتيرة جدا، وبنحاول بمجهودات بسيطة إن احنا نفهمها من خلال نهارك سعيد ومن خلال ضيوف دائما بيكونوا متميزين جدا، يدونا تحليل كده وافي وشافي لأحداث الأسبوع كل يوم أربع. النهاردة الحقيقة معانا ضيفين مميزين جدا هيكلمونا وهيحللوا لنا كده الأحداث الكتيرة جدا اللي حصلت خلال الأسبوع. هيكون منورنا النهاردة الكاتب الصحفي شريف الشباشي وأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا فندم، منورنا. ونبتدي بأول حدث يمكن أثار كل المصريين وكانت مأساة الحقيقة، وهو ماسبيرو. وماسبيرو يمكن الأحداث اللي حصلت عنده كانت حقيقة أحداث مأساوية لكل المصريين مش فقط للأقباط، ولكن الحقيقة المشكلة الأساسية في أحداث ماسبيرو هي القوانين. عندنا كل القوانين ولكن مفيش أي قانون بيتنفذ. ليه؟ ده تقليد ما شاء الله، تقليد قديم انه الناس متعودين يعني على كده حوالين القوانين ولا تحترم القانون، ودي من المشاكل الاساسيه اللي هي انا قلت عليها تتناقض مع الديمقراطيه. يعني انت عشان تعملي نظام ديمقراطي، وان شاء الله هيبقى في مصر نظام ديمقراطي ان شاء الله، من اسس النظام الديمقراطي احترام القوانين والالتزام بها. اما عن احداث ماسبيرو، فطبعا أنا رأيي إن دي كانت مأساة حقيقية بكل معاني الكلمة. وأنا في كتابي الأخير مستقبل مصر بعد الثورة بأصف المجتمع المصري النهاردة والمجتمعات العربية كلها، بس خلينا في المجتمع المصري، أنه مجتمع تفرقة. يعني إحنا في 30-40 سنة اللي فاتوا، وللأسف الإعلام لعب دور سلبي جدا، أنا ما بتستحملوني يعني، لعب دور سلبي للغاية في بث بذور التفرقة بين الناس. يعني إحنا دلوقتي نفرق بين المسلم والمسيح والقبطي، نفرق بين الأبيض والأسود، الغني والفقير، تفرقة شديدة جدا جدا. نفرق ما بين نقول الصعيدي والشمالي، بنميز. التمييز والتفرقة أخطر حاجة مجتمع التفرقة. المجتمعات المتقدمة لا تفرق بين الناس إطلاقا، صحيح. ولما بيبقى فيه حتى نسب من التفرقة بيتم مواجهتها وتصدي ليها بكل الأشكال، لحد في الآخر بيتغير الفكر وبتتغير الثقافة. بالضبط. هل إحنا عندنا مشكلة في فكرة تغيير الفكر وتغيير الثقافة؟ يعني بغض النظر عن الرد الفعل اللي ممكن يكون بطيء شوية من ناحية القوانين أو تفعيل القوانين وكده، لكن على مستوى المجتمع هل النهاردة قدامنا شوط طويل جدا نقطعه علشان نصلح ما قاله الأستاذ فريد شريف الشباشي على فكرة ما أفسدته السنين زي ما بيقولوا في فكرنا وفي تمييزنا؟ طبعا أنا بضم صوتي لصوت الأستاذ شريف فيما تفضل به. أزمة القانون أو فكرة تطبيق القانون في المجتمع وإعلاء مبدأ سيادة القانون وإرساء دعائم دولة القانون للأسف هي أزمة مزمنة في الدولة المصرية كما دول عربية عديدة، بمعنى أن هناك تنازع ما بين القانون أو الدستور من جهة، أنك ترسي دعائم دولة حديثة عصرية من جهة، والأعراف والتقاليد من جهة أخرى. يعني مثلا تجد في مناطق البدو وفي مناطق بعض الأقاليم والأرياف والصعيد تلاقي فكرة القبيلة أو العشيرة والعرف. فالناس لما بيحصل مشكلة ملوش دعوة بالقانون ولا الدولة ولا سيادة القانون ولا الدستور، وبيحلوا بالضبط بالضبط عنده قانون. ده كان بيؤدي إلى نوع من التنازع ما بين هذه الأعراف والتقاليد من جهة والقانون من جهة أخرى. ده بنسميه في العلوم السياسية أزمة التغلغل، بمعنى إن الدولة في العاصمة غير قادرة على بسط القانون والدستور على مجمل بقاع الدولة. يعني تبص تلاقي ان في اقاليم جغرافيه خارجه عن السيطره دي تماما، القانون المصري مش شغال في مرسى مطروح او مش شغال في السلوم او في بعض مناطق سيناء او في الصعيد، لان في قانون اخر موازي. فده بيعزز فكره عدم سياده القانون وعدم يعني فكره الدوله او ده دوله القانون. ده محتاج تغيير زي ما حضراتكم تفضلتوا في السؤال، ولكنها بروسيس، هي عمليه. عمليه بمعنى انها بتبقى مخطط ليها في مراحل، في جدول زمني او مدى زمني. بنبدا بقى بخطوط متوازيه او مسارات متوازيه، التعليم، الاعلام، انك تغير فكر الناس، الخطاب الديني ايضا. وبعدين لازم يكون في قاعده اقتصاديه اجتماعيه للتغيير، بمعنى ما ينفعش اجي على المواطن اللي بيمارس عمليات النصب والفهلوه على المواطنين واقول له الصبح توقف عن هذا السلوك. لازم الاول ياخد مرتب معين ويعيش في مستوى اقتصادي وحتى يتغير. بالزبط. يمكن انا كنت في اسطنبول ولسه جاي امبارح او اول امبارح،
وبتابع التغير في الشخصيه التركيه. انا كنت دايما اسال نفسي من التجربه المصريه ازاي يقدر المواطن في مصر يتغير. يعني الثوره المضاده اللي بتحصل في مصر مش كلها يا جماعه فلول حزب وطني ولا كلها مستفيدين من النظام السابق. أيوة وانما الجهل ايضا كمان. الجهل ثوره مضاده. يعني اللي بيكسر اشاره المرور ثوره مضاده، حتى ولو كان رجل قانون ولو كان استاذ جامعه ولو كان محترمنا للجميع، هذا جزء من الثوره المضاده. فازاي اغير الشخصيه عشان اقدر اغير البلد، لان البلد هي مجموع شخصيات المواطنين والافراد. هايل، هو ده السؤال بقى، مستقبل مصر بعد الثوره، وهو كتاب حضرتك استاذ شريف. وعايز اعرف هل حضرتك توقعت او استشفيت اللي بيحصل دوت، سواء مش بس على مستوى المجتمعي او السياسي، بشكل عام من خلال كتاب حضرتك يا فندم؟ اقدر اقول ايوه، وادعو يعني القارئ ان هو يتاكد من هذا بنفسه. بس استكمالا لما قاله الاستاذ بشير ابو عنز واللي كنا بتتكلموا على تطبيق القانون، احنا النهارده وتفعيله، احنا النهارده لما يجي واحد يقع في مشكله ايا كانت فيتمسك من قبل ناس ويقطعوا ودنه عقابا له، فبعد كده تضغط عليه السلطات ضغط شديد جدا علشان يتصالح مع اللي قطع ودنه. طب يبقى احنا كده بقى شكلي على فكرة. احنا ايا كان سواء شكلي او مش شكلي او عرفي، يبقى احنا كده بنشجع على عدم تطبيق القانون حقيقي. احنا كده بنشجع الافراد والمجتمع والناس على عدم تطبيق القانون. لا، ده كان لازم يطبق القانون ايا كانت النتائج. ابتدينا نحس استاذ شريف انه احنا محتاجين قانون لتطبيق القانون. يعني الحقيقه القوانين واضحه، وبعدين كل ما بنتكلم عن قانون بيترد علينا ويتقال لنا انه والله القانون ده مش جديد، القانون ده موجود من سنوات ولكن لم يطبق. طب ما كانش بيطبق قبل كده، طب ليه ما بيطبقش برضه دلوقتي؟ لان احنا عندنا ثقافه الشعارات. يعني احنا رفع مره شعار دوله القانون، وكان دوله لما ما فيهاش قانون، كان القانون كان في الوقت ده يقال ان القانون في اجازه. فهناك تناقض. أما بالنسبة ليه مستقبل مصر، توقع مستقبل مصر، أنا رأيي ما يلي، أنه من أكثر من 5000 سنة منذ أن وحد مينا القطرين الشمالي والجنوبي، حاكم مصر يأتي بالقوة، قوة السلاح وبالفرض، وهو مفروض على الشعب. ولم يحدث في 5500 سنة اللي فاتوا اللي كان فيها دولة في مصر وهي أقدم دولة راسخة ومستمرة في العالم كله، لم يحدث أن الشعب اختار الحاكم أو اختار من يمثله. إحنا النهاردة أمام فرصة، مش عايز أقول الكلمات الكبيرة تاريخية لا، أمام فرصة أن إحنا نغير مسار الشعب المصري. لما قامت ثورة 23 يوليو كانت الدول الديمقراطية التي تختار الحاكم وتختار من يمثلها 12% من دول العالم. النهاردة 65% من دول العالم، ما بين 65 و70% حسب التقديرات من دول العالم تختار رئيسها عن طريق الانتخاب، عن طريق الاقتراع الحر والمباشر، تختار ممثليها. اذا ده اتجاه تمام، احنا ماشيين في اتجاه. بس في بقى كلام كتير قوي بيتقال في القصه دي، احنا نروح نشوف تقرير. بس قبل ما يعني نرجع تاني عايز نتكلم في القصه دي، هنحلل بقيه اخبار الاسبوع. بس عايز حضرتك دي تعليق سريع جدا على فكره، هل نحن مؤهلين للديمقراطيه؟ وده التصريح اللي كان قاله سياده اللواء عمر سليمان وقدام مهاجمته بشده، وبعد فتره كان في كلام بيقوله والله ممكن نكون فعلا غير مستعدين للديمقراطيه. فخلينا نعلق على دوت بس بعد ما نشوف تقرير احداث الاسبوع. حاضر، احداث الاسبوع نرجع تاني. ماذا يحدث في مصر الآن؟ سؤال نطرحه في يوم الأربعاء من كل أسبوع. بعد أحداث مسبيرو الدامية هدأ الوضع قليلا، لكننا لم نحصل من الحكومة والمجلس العسكري إلا على وعود بحل المشكلة الطائفية وأسبابها ومحاسبة المحرضين عليها وفتح باب التحقيق الجدي في كل الأحداث السابقة. ونتمنى أن تكون هذه الوعود ليست كمثيلاتها من الوعود السابقة. تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكما هو متوقع في ظل غياب قانون العزل السياسي، كان أغلب المتقدمين من أعضاء الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين، وسط ارتباك كبير من الأحزاب والتحالفات الأخرى. وحتى الآن لا يستطيع أحد أن يتكهن بشكل البرلمان القادم. وفي هذا الأسبوع أيضا تم إجراء انتخابات نقابة الأطباء
وفاز بأغلب المقاعد من أعضاء الإخوان المسلمين وبعض الأعضاء المستقلين. أما عن أخبار السياسة الخارجية، فقد نجحت مصر في إتمام صفقة تبادل يتم فيها تسليم الجندي جلعاد شاليط إلى السلطات الإسرائيلية في مقابل الإفراج عن أكثر من 1000 معتقل من المعتقلين الفلسطينيين. مع حضراتكم مرة تانية، وكنا بنشوف مع بعض تقرير في عرض لأهم أحداث الأسبوع. وقبل ما نطلع فاصل كان شريف بيسأل ضيفنا العزيز أستاذ والكاتب شريف الشباشي أنه هل إحنا فعلا مؤهلين للديمقراطية ولا لا؟ فعلا لا، ما هو يعني مؤهلين؟ ما هو يعني الديمقراطية دي عملية تأتي عن طريق التجربة. ما فيش حاجة اسمها شعب مؤهل للديمقراطية. هو الشعب الفرنسي أو الإنجليزي لما بدأ الديمقراطية كان مؤهل؟ ما كانش مؤهل. ده زي بالضبط، أنا بدي مثال وبدي هذا المثال في كتابي الأخير، أنه شخص أو شاب يعني ما عندوش عضلات ورفيع جدا جدا، فيقول أنت عشان تنمي عضلاتك لازم تلعب رياضة. فيروح لمدرب الرياضة يقول له أنا عايز ألعب، يقول له يا ابني أنت ما عندكش أي عضلات، ما ينفعش تلعب رياضة. فدخل في حلقة مفرغة، ازاي يعمل عضلات من غير ما يلعب رياضة، وازاي يلعب رياضة من غير ما يكون عنده عضلات، وعشان هو رفيع مش هيعرف يلعب رياضة. بالضبط كده. فدي حلقة مفرغة مش هنخرج. لا، علينا ان نبدأ الديمقراطية فورا. هل عندنا ثقافة الديمقراطية؟ لا، ما عندناش. وانا هنواجه قلة الثقافة في الديمقراطية دي ازاي؟ هنواجهها بالتجربة. بالتجربة وبالوقت. ما فيش حاجة هتيجي كده. انا بقول برضو في هذا الكتاب، مش قبل 10-15 سنة عشان يستقر نظام ديمقراطي راسخ في مصر إن شاء الله. إن شاء الله، مش قبل كده. أستاذ بشير، عايزين نرجع بقى ونتكلم على الانتخابات وفتح باب الترشح، واللي كان بالنسبة لنا كلنا، بالنسبة للقوى السياسية أو حتى للإعلام أو المتابعين، كان مفاجأة بكل المقاييس. حصل انقسامات كتيرة جدا وغير متوقعة في بعض الأحيان في بعض الأحزاب وبين القوى السياسية أيضا. حصل ترشح لا بأس به، أو بالعكس نسبة كبيرة جدا من ما يسموا بالفلول، برغم من كل التنديد والوعيد بقانون العزل وقانون الغدر وخلافه. تكلمنا أكتر عن هذه المرحلة المهمة جدا، خصوصا مع غلق باب الترشح للانتخابات. أنا هربط الإجابة على السؤال دوت بالسؤال السابق، اللي هو مسألة التأهيل للديمقراطية والجاهزية للديمقراطية. الحقيقة واقع الأمر ما فيش حاجة اسمها شعب مؤهل للديمقراطية وشعب غير مؤهل، لأن النظرية دي في حد ذاتها فيها شيء من العنصرية أو التمييز. بمعنى أن في شعوب قابلة للتحضر للحداثة للمدنية، وشعوب أخرى أجينست الفكرة دي تماما أو ضد الفكرة دي تماما. المسألة عملية تدريبية. وبعدين يعني بماذا تفسر الشعب المصري اللي خرج في ثورة 25 يناير في كافة الطوائف؟ يعني الشباب صحيح حركوا الأمور وفجروا الثورة، ولكن انضمت إليها كافة طوائف الشعب. هذه واحد. بماذا تفسرون الإقدام على الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟ أنا واحد من الناس قعدت ألف على كذا لجنة وما قدرتش ألاقي وقت علشان أعرف أدخل لحد الساعة 10 مساء والناس طوابير وأمم. ده معناه أن الشعب ده عنده استعداد ولكنه كان محتاج فرصة. ما اقدرش ادعي ان 90 مليون مصري مؤهلين كلهم ثقافيا وفكريا وسياسيا للديمقراطية، ولكن انا على الاقل عندي قاطرة. المجتمعات يا جماعة لا تتطور دفعة واحدة، وانما في نظريات كثيرة للتنمية والتحضر، من ضمنها نظرية القاطرة. بمعنى ان في مجموعة مثقفين مفكرين سياسيين محترفين، ناس عندهم وعي والمام، دول الانجن او القاطرة اللي بتقود المجتمع باتجاه الديمقراطية. تدريجيا القاطرة دي بيجي وراها عربية وعربية وعربية لحد ما المجتمع كله يتطور، والمجتمعات كلها كده بالمناسبة. وبعدين النهاردة اكتر الدول مشاركة سياسية اسكندنافيا وبريطانيا وامريكا، تلاقي نسبة المشاركة السياسية فيها لا تتعدى 40% مثلا. في ناس مغيبة ما بتروحش ما تعرفش يعني انتخابات. هل معنى كده ان الشعب ده غير مؤهل للديمقراطية؟ ده احنا بندرسهم على انهم افضل نماذج. بالظبط. تدريب تطوير، هي بروسيس تدريب تطوير، ويكون عندنا مجموعة تقوده كده. هعرج لسؤال حضرتك بقى اللي هو مسألة الانقسام. ده أمر طبيعي، ده أمر طبيعي. مش طبيعي للدرجات. لا، من هقول لحضرتك، انت فضلت سنوات وعقود طويلة ممنوع من الممارسة السياسية. ده نمرة واحد. فكرة قبول الآخر، هي الديمقراطية قبول الآخر، فكرة القبول بالرأي المخالف، فكرة القبول بنتيجة ربما لا تروق لك أنت شخصيا، هذه الديمقراطية. ما بيطبقش خالص اليومين دول. ما هو ما بيطبقش لأن إحنا لسه ما خدناش فترة التدريب وفترة الحضانة. يعني دايما كده لما بيكون حتى في ميكروب أو فيروس بتحطه كده في حاجة اسمها فترة حضانة علشان تختبره وينمو وتقدر تدرسه. إحنا دلوقتي يا جماعة في تعجل لقطف ثمار الثورة، وده من ضمن الحاجات اللي بتهدد مستقبل الثورة المصرية. إن الناس يعني إيه، أنا أذكر في مثل كنا بنقوله كده في الأهرام مع بعض الصحفيين، إيه ده الدكتور عصام شرف بقاله ساعتين ولسه ما عملش أي حاجة.
رئيس وزراء. يعني في تعجل، يعني احنا عايزين طالما نقدر نمشي وزير او رئيس وزراء عملت ايه؟ بقالك 3 ساعات في السلطه، بقالك يومين عملت ايه؟ طبعا ده كلام مش منطقي. فاحنا عاوزين ندي فرصه لعمليه التدريب السياسي، يعني الاحزاب الجديده اللي بدات انها تاخد ترخيص دي مدارس سياسيه محتاجه تشتغل وتدرب وتقرب من الجماهير وتطرح برنامج وتعلم الناس الممارسه السياسيه والديمقراطيه. وبعدين هي مسؤوليه مشتركه، الاعلام يشتغل، التعليم يشتغل، لازم السياسه تبقى في الجامعات والمدارس تعلم الناس.